قدمت 16 ولاية أمريكية دعوى قضائية تطعن فيها بدستورية إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية لبناء جدار على الحدود مع المكسيك من أجل تجاوز الكونغرس الذي وافق فقط على ربع المبلغ والذي يطلبه لبناء الجدار يطلبه ترامب لبناء الجدار والبالغ 5.6 مليار دولار. قبل أن يرتفع جدار ترامب الحدودي ارتفعت أصوات المعارضة ورفعت أيضا دعاوى قانونية ضد الأساس الذي استخدمه الرئيس الأمريكي لإعلان حالة الطوارئ من أجل تمويل الجدار. أهم الدعاوى القانونية وأكثرها قوة وتنظيما جاءت بشكل دعوى موحدة من ولايات عديدة بقيادة الولاية الأكبر والأغنى كاليفورنيا. لا يستطيع الرئيس فعل ذلك لأن الدستور الأمريكي يعطي للكونغرس لا للرئيس سلطة تحديد الإنفاق الحكومي. ترامب كان توقع رد فعل مثل هذا حينما أعلن حالة الطوارئ. سوف تكون هناك حالة طوارئ وطنية ثم سيقاضوننا وسيصدر حكم سيء على الأرجح ضدنا ثم سيصدر حكم سيء آخر ثم سنذهب للمحكمة العليا حيث نأمل بأن نكسب هناك. وبعد صدور الدعوة توجه ترامب إلى تويتر مغردا ومهاجما معارضيه في كاليفورنيا وغيرها. مهما تشعبت طرق التحدي القانوني فإن ترامب يتوعد متحديا بأنها ستنتهي هنا في المحكمة العليا حيث يأمل بأن تساعده الغالبية من القضاة المحافظين وتنتصر له في قضية تمويل الجدار. في الكونغرس يتحرك الديمقراطيون أيضا يأملون الوصول إلى قرار يقطع الطريق أمام ترامب. لديهم غالبية كافية لذلك في مجلس النواب ولكن ليس في مجلس الشيوخ إلا إذا قرر بعض الجمهوريين التخلي عن دعم ترامب. رافد جبوري، التلفزيون العربي، واشنطن. للمزيد ينضم إلينا من واشنطن فيكتور شلهوب الكاتب والصحفي. بداية، يعني ماذا تعني هذه الدعوة القضائية التي رفعتها الولايات 16 لمنع ترامب من إعلان حالة الطوارئ؟ لأنه دستوريا الرئيس يحق له إعلان حالة الطوارئ. الحقيقة أن هذا الموضوع أحيط بكثير من الضباب والغموض. خلاصته أن الرئيس صحيح يمتلك صلاحية فوضه بها قانون 1975، فوضه بنقل مخصصات من بنود إلى أخرى في ضوء وجود حالة طارئة تقتضي ذلك، أي تقتضي تمويل غير جاهز عن طريق الكونغرس في اللحظة الراهنة. لكن القانون 1975 يوجب على الرئيس إبراز الحيثيات الموجبة. الخلاف. وهذا ما لم يفعله ترامب أم لم يقنع الخلاف. به؟ لا، فعله لكنه غير مقنع. نعم. حالة الطوارئ تعني بتفسير معظم أهل القانون ناهيك عن المعارضة الواسعة في الكونغرس والإعلام والأوساط الفكرية والسياسية. الحالة الأمنية غير الأزمة الأمنية على حدود غير متوفرة. هناك أزمة إنسانية لأن القادمين من أمريكا الجنوبية يتوقفون على حدود ويصير تحقيق معهم ويحالوا إلى المحاكم وصار فصل بين أبناء العائلة الواحدة في الأشهر الماضية، صارت ضجة كبيرة عليه. نعم. خصوم الرئيس يزعمون أن هذه الحيثيات واهية. أولا من الناحية القانونية، الأموال التي قرر الرئيس نقلها بموجب حالة الطوارئ سبق له أن طلبها من الكونغرس والكونغرس رفض. ورفض الكونغرس ذلك. طيب لو نعود إلى الدعوة أستاذ شلهوب بحد ذاتها، هي رفعت أمام محكمة في كاليفورنيا. هذه المحكمة سبق وأن أصدرت أحكام ضد قرارات لترامب. برأيك في حال تم قبول هذه الدعوة ما الذي سيحدث؟ هل سيتم منع ترامب من إعلان حالة الطوارئ مثلا؟ ما الذي سيحدث؟
شوف، هي المسألة كمان أيضا من الناحية القانونية معقدة وليست سهلة. هذه محكمة المنطقة التاسعة يقال أنها ليبرالية بحكم تركيبتها، حكمت في الماضي على أمور مماثلة مثل قرار الحظر على سفر مواطنين من بلدان عربية وإسلامية إلى أمريكا، وقضت هذه المحكمة بنقض القرار. المتوقع أن تنقض المحكمة الفيدرالية هذا القرار، ويتبع ذلك استئناف القرار، ويتبع ذلك بالنهاية إذا لم يكن لصالح الرئيس أن يلجأ الرئيس إلى المحكمة العليا بحسبانه أن تركيبة المحكمة العليا هي في غالبيتها للمحافظين. بيد الرئيس ورقة قوية نسبيا من الناحية القانونية، وهو أن تقدير التفاصيل كثيرة في الحقيقة أستاذ شلهوب، ولكن بإيجاز لو سمحت، ماذا عن موقف الكونغرس؟ ما الذي يمكنه الكونغرس أن يقوم به الآن؟ في الكونغرس تحرك على جبهتين. الجبهة الأولى في بادر مجلس النواب لإعداد مشروع قرار برد أو بوقف قانون الطوارئ بعد 15 يوم، ومن المتوقع أن يفوز لأنه الأكثرية من الديمقراطيين. بعد 18 يوم على مجلس شيوخ قانونا أن يطرح القانون بالتصويت. المتوقع أن لا ينال الأكثرية في مجلس شيوخ إلا إذا يعني قرر عدد من الشيوخ في مجلس الجمهوريين في مجلس شيوخ الاعتراض على القرار. التحرك الثاني، ينوي الديمقراطيون في مجلس النواب رفع دعوى قضائية. انتهى وقت الفقرة للأسف أستاذ دكتور شلهوب، أعتذر منك نظرا لضيق الوقت. الكاتب والصحفي كنت معنا من واشنطن.